On est en étanchéité, donc un petit peu pour l'isolation conique et thermique. Donc derrière la société Tana, elle est normalisée ou elle est certifiée par des laboratoires suite à des écrases produites sur les produits Tana. Donc les produits Tana sont caractérisés par pratiquement deux secteurs. Le secteur prospection, il est présenté par les plaques, tout ce qui est plaques étanchéité et isolation. اليوم الحمد لله اول بمناسبه اول نوفمبر جانا سيدي الولي واليوم الحمد لله تمكنا باستئناف النشاط اللي كان متوقف لمده 5 سنين والحمد لله نشكر اليوم زياره سيدي الولي اللي عاوننا وساندنا وتمكنا من تدشين المصنع نوع واحد النشاط هو نشاط تجاري صناعي فيما يخص صناعة البوليسيلين راح تكون فكرة جديدة إن شاء الله في هذا المجتمع وراح نعمل تخصصية وتوعية باش نعرفوا الناس ما هو البوليسيلين وما هو صافي استوعاء اللي راح يساعد في عدة مشاريع تاع البناء ان شاء الله. السلام عليكم، معكم عامل من شركة بوليستيرال ولاية سعيدة. الحمد لله بعد ما كنا بطالين فتح علينا ربي وانا خدامي في هذه الشركة. كانت بعد ما توقفت 5 سنين وعاودت انطلاقة من جديد. وكما راكم تشوفوا كاع انواع البوليستيرال تنخدم هنايا. وشكر لسيد الوالي اللي عطانا تصريح بها بديما. الرحمن الرحيم، انا كعامل في هذه الشركه نتمنى رئيس قرارات رئيس الجمهوريه على مد اليد للعمال هذو تاع المصانع ونتمنوا قرار تاعه لانه نزع علينا البطاله وبعد توقف مده 5 سنوات لهذا المصنع هنا اليوم ان شاء الله تمت الانطلاقه تاعه بفضل زياره الوالي.